ماهير. ابو فواز صبحك الله بالخير. يعني اذا تصحح لي انت في الفان فيستيفال حاليا صح ولا في مكان اخر؟ لا هلا صبحك بالخير ابو سعود. لا انا في البيت السعودي. في البيت السعودي حياك الله. فيستيفال الفيفا فان فيستيفال لا مكان ثاني. اي في البيت السعودي طبعا. نقول حزن كبير يخيم على الجماهير العربيه والجماهير السعوديه بخروج بعد قطر، خروج تونس، اليوم الخروج ايضا المنتخب السعودي. طبعا اسباب كثيره يمكن الجماهير السعوديه يمكن هي تقدر تلخصها لنا. ويانا اليوم من جده اهلاويه واتحاديه طبعا، بس كلهم يمثلون المنتخب السعودي والجماهير السعوديه. طبعا مسعود كان حضور جماهيري كبير في البيت السعودي خلف الشاشه عملاقه لحضور المباراه والتشجيع في كل حماس، لكن الله ما كتب. نقول خيرها بغيرها. يعني نبدا فيك، تعرف عليك في الهدايه. يوسف التلال من القصيم. من القصيم. شوف اول اسباب عدم التاهل من بدايه بولندا. من يوم ضاعت من بولندا وانا البلنتي تقصد؟ ايه الهدف الثاني بالذات. لا الهدف الثاني حق بولندا. يعني لو انتهت 1-0 ترى يعني يكفيك بس واحد او تعادل. ثاني شيء المباراه الثانيه حصل فيها ظروف. غيابات اللاعبين اثرت من ناحيه يوم. هذه من الاسباب اللي نعم مباراه اليوم بالذات اليوم الشهراني والمالكي هذول لهم تاثير بالحين. وكمل عادل بنهدي يوم طلع. عاد كان بامكان لو التعادل ممكن يتاهل المنتخب السعودي. هو صح، بس الفريق اليوم ما ادى الصراحه. الفريق السعودي ما ادى المستوى المطلوب منه. طيب. يعني ما نقول لك والله فريق ادى ومن زي بولندا، بولندا ادى وانهزم. المكسيك مستواه ضعيف وانهزم، يعني مستحق هذه. طيب ناخذ رايك بس قرب عندي. تفضل. تعرف عليك محمد من جده. من جد اتحادي. الحمد لله اكيد. طيب شنو اسباب خساره المنتخب السعودي اليوم؟ والله اسباب خساره المنتخب هو مبدئيا احنا مع المنتخب ان شاء الله في الحلوه المره، والمستويات كانت مشرفه للامانه. مباراه اليوم استنزف طاقه اللعيبه يعني صراحه بشكل كبير. غير كذا يعني المباراه تاثرت؟ اكيد اكيد طبعا اكيد طبعا الطاقه استنزفت بشكل كبير. غير كذا المدرب رناد يعني احنا صراحه نشيد فيه، بس زي ما نشيد في ملاحظات. مثل شنو؟ مثل الخانه اللي موجود فيها الطرف اليمين في راس البريكان. يعني هو حارق اللاعب. عندك الخانه هذه يبغى لها لاعب مهاري يعني زي هتان باهبري. العبود عندك خيارات افضل. كان مداك تخليه موجود في الامام وصالح الشهري يكون بديل او العكس، لانه الخانه ديك صراحه احنا افتقدناها جدا. يعني نقول خيرها بغيرها يعني ان شاء الله. ايضا تعرف عليك معك طارق من جده. حياك الله والنعم. الله يبقيكم. تعتقد ان فوز المنتخب السعودي على الارجنتين كان له اثر مثلا ايجابي في المباراه اللي بعدها امام بولندا والمكسيك؟ والله بالعكس، فوزنا على الارجنتين كان ايجابي على جميع المستويات، لكن الفريق استنزف بدنيا والاصابات اثرت علينا بشكل واضح وكبير. يعني حتى هيرفينيراد انا اعذره اليوم، يعني انا متاكد انه قاعد يفكر كثير يدور حلول. الاصابات يعني اعمدت الفريق، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، عبد الله المالكي، اعمدت الفريق تعرض لاصابات. بعدين انت لا تنسى لعب ضد نخبه الفرق، الارجنتين من افضل الفرق في قارتها، بولندا من اعنف الفرق بدنيا محترفين في اوروبا، والمكسيك كذلك. يعني المجموعه كانت جدا صعبه وطلعنا بمستوى مشرف صراحه. راضين عنه؟ راضين على الاداء. تو بقول لك راضين على والله الأداء. راضين كل الرضا باستثناء مباراه اليوم، ونعذرهم لوجود اسباب الرتم العالي. اللعب السعودي طبعا ما هو متعود على الرتم العالي، كل يومين مباراه قويه ضد فريق قوي ومحترفين، فهذه ساهمت في ان المنتخب اليوم يتراجع. لكن الحمد لله على كل حال مشاركه مشرفه اعتبرها وراضين عنها. احنا نجيك حق المشجع الكويتي، بس خلينا نخلص من السعودي. انا ايضا مشجع كويتي بحاجز يمكن 7 تذاكر. عليكم السلام. تعرف عليك ايضا اخوك صالح الاختر.
اسباب خساره الاخضر السعودي راضين على اداء؟ والله شوف احنا ممكن ارتفع طموح كثير بعد مباراه الارجنتين، وهذا ممكن السبب اللي خلانا نحزن اكثر في المستوى اللي ظهرنا فيه. كانت مباراه بولندا بكل امانه كنا نقدر نحسمل فيها المباراه، لكن حتى مع الخساره كان الجميع طالع راضي بسبب المستوى المشرف للكره السعوديه ويعكس الصوره السعوديه. اليوم بكل امانه زي ما اشدنا هيرفي رينارد كثيرا في المباراه الاولى والمباراه الثانيه، المباراه الثالثه انا اعتقد يتحمل 70% من المباراه و30% من اللعيبه. تشكيل اساسي خاطئ، تدخلات غريبه، حتى في القائمه الاساسيه اللي هي باضافه ظهير يسار عدم ضم اي ظهير يسار اخر غير رياس الشهراني كان امر الصراحه خلانا نشوف هذا الاثر في داخل الميدان. طيب هناك من يقول ان الفيديو اللي طلع بعد مباراه الارجنتين ممكن اثر؟ شوف والله يعني ممكن تاثيره او عدم تاثيره شفناه يعني في مباراه بولندا ما كان له الاثر الكبير، ولكن ممكن اللي طلع وقال هذا الكلام انه عشان ما يكون الاجواء احتفاليه اكثر، بما ان احنا كنا في منافسه قويه جدا، وكنا احنا طموحنا صار اعلى بكل امانه. ولكن انا اشوف انه الاصابات اثرت قليلا، ولكن التشكيل اليوم صراحه اعطى عقم كبير في مستوى الفريق. راضين على الاداء الاخضر السعودي في اول مباراتين، لكن المباراه الثالثه بكل امانه كانت مخيبه للامال بشكل جدا كبير. ما ادى المنتخب السعودي جدا جدا، وهذا امر احزننا كثير. يعني الخساره امر وارد، ولكن انك تخسر مستوى وتخسر نتيجه هذا الامر اللي يكون محبط اكثر.